هلو جايز، كيفكم؟ ان شاء الله منيح. انا ما صدقت اهدي حالي هديه على عيد ميلادي قبل الوقت. هلا عيد ميلادي بجون بحزيران، بس ستيل عم بلش بالهدايا من هلا. ولحورجيكم شو جبت. اخذني الموضوع تقريبا شي شهر انا عم بعمل ريسيرش واقرا كثير عن الموضوع، بس من مصدقه بلش جرب هيدا البرودكت اللي جبته، اللي اشتريته اكشلي، هيدا مش دعايه، وشوفوا كيف حيغير لي حياتي. بدكم تشوفوا شو جبت. سو وصلنا، فتحنا العلبة وطلعت لنا هيدا ال Welcome to Hands Free Cleaning. وبقلبها إذا بنفتحها حنشوف ليفلت مع شوية set up information، وهلأ رح تبعها مع كيف ركبته. بيزيكلي بس بتحطوا البراش الفرشيه، وهلا بدي الاقي محل لحتى احط البيس. التشالنج انه انا عندي بالبيت ما عندي كثير محلات فيها بلوجز، فرح جرب اول شيء حطها تحت التخت، وبدي اشوف اذا بس بلش يشتغل اذا رح يقدر يعرف يرجع لحاله او لا. سو بيطلع معه كمان كليننج مانيوال، ليكوا شو محطون مثل الباتمان اللوجو. وهنا قايلين انه اول طريقه فينا نحطها مانيوال، سو انا ححط اول شيء مانيوال لنشوف اذا رح بشرش. اوكي سو انا تحت التخت والوضع كثير مستعصي، خلوني اورجيكم. سو بيزيكلي حطيته تحت التخت، هلا حورجيكم. اتس ذير، ومينلي لورجيكم لشو انا جبته، لكل هول الوبرات من كوكو براوني. هول الأشياء يلي قد ما تنطفوا، إذا عندكم بتس يلي عنده حيوانات بالبيت بيعرف. سو أنا هون هلأ عم جرب حطه على التشارج. إن شاء الله أقدر دقير أورجيكم. تشارجينج. سو بتقلكم إنه تشارجينج وبتصير تعمل ضو اورانج. هلا زاحت شوي البيز عن الحيط، فيني ردها شوي. ليت مي تراي. اوكي سو رجعت دقرتها بالحيط وحطيت تقريبا متر بمتر بمترين مبدئيا حوالي مثل ما طلبوا. Thank you. So cute. Missed a few things here and here. This is a hair actually, so I'm not sure if it's gonna come back to it or leave it until later. But شكله جاي لعندي، خليني اشوف اذا رح تجي. So basically بتصور عملت البيت كذا مرة، على القليلة هيدي الاريا من هون، بس لميلة المطبخ وهيك راحت مرة. سو خلينا نشوف هلا شو حتعمل. عارف
رجعت كوعت راحت هيك. طيب برجع بخبركم اذا رجعت كوعت لتشيل هيدي ام لا. يلا شو يا كوكو؟ اه جاي بقوة وكمان اتمستت one more time. اوبس كوكو نو نو كوكو رجعت راحت تحت التخت. عندي احساس انها رايحة. وين رايحة؟ صاحبتي يا ماركي. هلا عم ترجع على البيز. ضلت تتخبط شي ساعة قبل، مش ساعة يعني ابو خمس دقايق، بس عرفت انه تطلع وحولت حوالين التخت لانه انا عندي هون التخت واطي ما قدرت تمرق من تحته. ورجعت لقيت حالها. يعني اليوم ما شالت لا هاي ولا هاي، بس انه اوفر اول بتصور كثير نظفت البيت. بكره بدي افتح المستوعب وشوف شو. يلا يوكي كين بيبي جيرل كين.